السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الشاكرين والعافين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سبيلهم بالهدى والحسنى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، كنا نعيش في اللقاءات الماضية مع واحد هو قمة من قمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان حديثنا مع الصديق رضوان الله عليه أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان ينتظر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم على شرط رهيب، حتى بلغ الكتاب اجله يوم ان راى الرؤيا التي راها وهو في رحله تجاريه الى ارض الشام، وفسرت هذه الرؤيا بانه قد اطال زمانه وان الصديق رضي الله عنه سيكون من اسعد الناس به، وهو يومئذ لا يعلم من الذي سيبعث ومن الذي سيكون تنيا لهذه الأمة، حتى إذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم تفجرت الحكمة من جوانبه ورؤي على وجهه البشر والسرور، وكانت تكتمل سعادته كلما رأى في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الأمم الذي تواجه الرسالة. فسعى الصديق رضي الله عنه بعد أن دخل إلى الإسلام إلى إدخال الناس في الإسلام، وازداد حبا لكلمة الله عز وجل حتى صار مع النبي صلى الله عليه وسلم عند ظله. مرت الأيام، وفي ليلة من الليالي التي أراد الله أن يكرم فيها حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما صبر على الأهوال وتحمل شدة الأذى والبلاء وارتفع بتحمله إلى درجة عالية وهو يتمنى للناس الخير ويكثر لهم الدعاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى الطائف في دعوة إلى أهل الطائف بعدما توقفت الدعوة تماما في مكة، غير أن أهل الطائف ما صبروا عليه ولا استمعوا إلى قول يفهمونه منه، وإنما أمروا به سفهاءهم وسلطوا عليه عبيدهم، فجرى منهم رسول الله بعدما ناله من الحجارة التي وقعت على ظهره حتى سالت دمه، فغطى قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركع العبيد والصبيان، ولجا عليه الصلاه والسلام الى شجره الكرم، شجره العنب التي استقر تحتها يستظل بظلها، وهو يدعو ربه عز وجل بدعاء يهز الجبال: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله تحيلتي وهواني على الناس، أن تراهم مستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد لدي جهمني أم إلى عدو ملكته أملي؟ إن لم يكن لك بغضب علي فلا تبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندها ينزل الأمين ويقول: جئتك الآن من عند رب العالمين يا رسول الله، وهو يقولك السلام ومعي ملك الجبال، ويقول لك: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الجبلين. فإلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: يا أخي إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعله أن يخرج من ظهورهم من يوحد الله. وهنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بأقل من أن ينالهم العذاب
بأن يثاب عند الله عز وجل، والأفضل من كل ذلك أن يمن الله عليهم بنعمة الهداية. ورجع النبي إلى مكة ودخل دخولا صعبا في حماية المتعب بن علي، ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد العام الذي فقد فيه عمه وفقد فيه زوجته، وسمي بعام الحزن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا به في ليلة يخرج ويأتي إلى حجر إسماعيل فيصلي فيه، وبينما هو نائم في الحجر بعدما صلى، إذ جاءه الأمين جبريل عليه السلام ومعه اثنين من الملائكة، وإذا بهما قام بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، وبعد ذلك غسل قلبه بماء من زمزم، ثم قال له جبريل: يا محمد، إن الله يدعوك لزيارته. يدعوك لزيارته، ما معنى هذا؟ معنى هذا يا محمد، إذا كان أهل الأرض قد ضاقوا بك ضرعا، فإن ملائكة السماء ينتظرون لقاءك يا رسول الله. وإن كانت الأرض قد تنكرت لمشيك عليها، فإن السماء يشرفها أن تقف عليها بقدمك يا ابن عبد الله. ودعي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لرحلة الإسراء أولا، ثم رحلة العروج أو المعراج ثانيا. الإسراء المشي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعروج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. تمت هذه الرحلة في ليلة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم محملا بالمعلومات والذكريات، وبدأ يكلم الناس ويحدث الناس، حتى أن أم هانئ بنت أبي طالب قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجن إلى الناس ولأحدثنهم. قالت: لا تفعل يا ابن عمي فيكذبوك. فقال: لأفعلن وإن كذبوني، إن الأمر لم أحدثه أنا، وإنما فعله الله عز وجل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص على الناس من أجل يا معشر قريش، فإذا به قد اجتمعوا عليه: ماذا عندك يا محمد؟ وكان ذلك بعد أن جمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. ماذا عندك يا محمد؟ أسري بي البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال له قائل: أيسرى بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتعود وتصبح بيننا في نفس الليلة، ونحن نضرب إليها آباق الإبل شهرا كاملا، شهرا ذهابا وشهرا إيابا وعودا؟ فقال: نعم صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يقول لهم أنه عرج به، قالوا وقام من يبحث عن من؟ عن الرجل صاحب المواقف. إنها الفرصة التي سنحت لهم لأن ينفض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من اتبعه. إنهم وجدوا فيها الفرصة التي لا أن هذا كلام لا يقبله العقل، وبالتالي سيكون في هذا صد عن دعوة الله عز وجل. وأقوى من يصد عن هذه الدعوة بهذا الكلام هو الرجل الراسخ الإيمان الثقيل في الإيمان، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وذهب أبو جهل ووقف أمام الصديق وقال: يا أبا بكر، جئت أخبرك عن صاحبي. قال: ماذا قال صاحبي؟ قال: يدعي ويقول أنه أسري به البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونحن نضرب إليها آباط الإبل شهرا كاملا، أيحدث له ذلك في جزء من الليل ويصبح بين الظهرانين في مكة؟ ثم يتوقف عن ابتلاع ريقه وينتظر ماذا يقول الصديق. إنها الفرصة. فإذا الصديق يفكر ويقول له: يا أبا الحكم، يقول: نعم، أسمعني يا أبا بكر، أتصدق؟ قال: أحقا قال محمد؟ فقال: نعم قال. قال: إن كان قال فقد صدق. قال: أتصدقه في هذا؟ قال: أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه أنه يأتي
فخبر الأرض عندي أهون من خبر السماء. فرجع أبو جهل ومعه الصديق ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه النبي قام له وقال: يا أبا بكر صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر، أرسل جميع البارحة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعود جميع إلى السماوات العلى. فقال: يا أبا بكر، أتصدقني؟ قال: أشهد يا رسول الله أنك صادق. فبدأوا يقولون: إذا الصديق ومحمد كأنهما كيان واحد، لا يتصدع ولا ينهار أبدا. إذا لنسألك عن معاني في هذه الرحلة لتخبرنا عنها، أخبرنا عن شيء رأيته. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سترون عند غروب الشمس أنه سبب الدخول إلى مكة قافلة يتقدمها جمل عليه كيسان أسود، وفيها جمل آخر كسر ساقه، وفيها ركب سيدخل مكة كان معه الماء وأنا شربت منهم الماء، ونبت منهم جبل ما عرفوا مكانه، فهذا الذي دللتهم عليه. قالوا: يا محمد، إنا لنعلم أنك ما دخلت بيت المقدس قبل ذلك. أنا عايزك تصلي على حبيبك النبي. أنت ما دخلت بيت المقدس قبل ذلك؟ قال: نعم. وهذه أول مرة. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هم عارفين وهو عارف. قالوا: يا محمد، صف لنا بيت المقدس إن كنت قد دخلت. إذا سؤال: هم زاروا بيت المقدس مرات عديدة وكثيرة، وتفاصيل بيت المقدس عندهم، فإحنا عايزينك توصف لنا بيت المقدس اللي أنت رحت ودخلت فيه وصليت فيه بالأنبياء إماما. إحنا عايزينك توصف لنا بيت المقدس. أرأيت لو أن إنسان دخل في مكان يروي مرة في حياته، صلى فيه ركعتين ثم انصرف، وكان مملوءا بالأنوار ومملوءا بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسألون رسول الله وصفا تفصيليا لبيت المقدس. فعند ذلك قال الصديق: صفه لهم يا رسول الله. فدخل المسجد بالليل، يعني عايزين يعني اشارات وعلامات المسجد ده في كم عمود، في كم باب، اطلالات المسجد وباحات المسجد فيها ايه. فربنا قال لك ايه؟ سبحان الذي اسرى بعمله ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. هم يقولوا: طب توصف لنا، على اساس انها فرصه لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر يقول صدقه لهم فهي فرصه لكي يصدقوا رسول الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصف وماذا لا يفعل؟ فاذا النبي تعرق صلى الله عليه وسلم، اي تصبب منه العرق، ما يلحقش يوصف كم باب وكم 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 اسئله تيجي. فاذا النبي ينظر امامه وجبريل يضع يده على كتف النبي ويقول: انظر امامك يا رسول الله. فاذا النبي يقول: فنظرت امامي. فاذا الامين يحمل المسجد الاقصى على كفه ويضعه امامي، فوصفته لهم وكاني من داخله، وصفوه لهم وكانه ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وكانه هو من بناه بيده صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من ذلك الوصف قالوا: يا محمد، وصف عظيم تفصيلي رهيب، لو انك دخلته عشرات المرات ما كنت تستطيع ان تصفه لنا بهذا الوصف. ولكنهم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد الصديق ثباتا وزاد الصديق ايمانا، وما استطاعوا ان يكذبوا رسول الله بالكلمه. لماذا؟ لانه الشيء في المسجد وهو مصف قدامهم. هنا صدقت كلمه الصديق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اشهد انك صادق. فاذا النبي يقول له: وانت يا ابا بكر سماك الله الصديق. ظل ابو بكر رضي الله عنه تتبلور مناطقه في كيفيه لحب النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرف على حب النبي من طريق رائع ومن طريق جميل. حتى كان معه في الهجره والتي حدثت حضراتكم عنها في الدرس الماضي بشيء بسيط. الصديق كان من اختاره الله عز وجل لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره. الصديق هو الذي كان
شرطة لمكانة الصديق عند ربه، أن يكون هو دون أهل الأرض جميعا من استخدم الله واختاره الله لصحبة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان معه حتى إذا خرجوا من الغرب وتوجهوا صوب المدينة المنورة من طريق صعب يكون بالنهار من شدة الحر ويتحركوا بالليل، ودليلهم عبد الله بن أبي. هم ماشيين لغاية ما أبو بكر الصديق وحليمة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأكل اللي معهم ينتهي، فجاءوا ومروا على امرأة في خيمة لها، فبدأ سيدنا النبي يقول: سل هذه المرأة عن طعام. فجاء الصديق ليسأله فقالت: ما عندي طعام. وشأن الإنسان العربي أنه كريم لدرجة أن البعض كان يبالغ في الكرم حتى لو طلب منه أن يذبح ابنه لضيف دفعه، بس هي ما عندهاش. فقالت: ما عندي غير هذه الشاة التي خلفها الجاد، يعني تعبانة مش قادرة تمشي مع الغنم، عشان كده الراعي سابها اللي هو زوجها ومشي وتركها لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بهذه الشاة، هذه النعجة الغلبانة الصغيرة هاتها لي. فقالت: ان تذبحوها وتاكلوا لحمها فافعلوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصديق قد جاء بالشاة ووقف بين يديه، شاة صغيرة حديثة ولادة يعني تستطيع ان تمشي لكنها لا تقوى على سعي بين الغنم، فاذا النبي وقد مسح بيده الشريفة على ظهرها فانتفخ ضرها، ثم مسح على بطنها فانتفش بطنها وانتفخ ضرها. وقال النبي: يا ابا بكر ائتني بإناء. قال: إناء؟ ماذا تفعل في يا رسول الله؟ قال: ائتني بإناء. فذهب فاتى من عند المرأة بإناء. قالت: ماذا تفعل بهذا الإناء؟ إنها هزيلة، لو قبحت فلحمها يعني يملأ يعني يحلب الشاة وينزل منها الدم حتى ملأ الإناء وعلته الرغوة، دليل على ان اللبن غزير ودسم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتشرب يا أبا بكر؟ يقول: بل اشرب أنت يا رسول الله. انتبه، بل اشرب أنت يا رسول الله. يقول الصديق: فظل النبي يحلب ويشرب حتى رويت، حتى أنا الذي شعرت بالري، وشعرت بأنني قد طعمت، وشعرت بأنني قد شبعت. أرأيت إلى اليوم النبي يشرب وأبو بكر يرتوي رضوان الله عليه، فظل يشرب حتى روي. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلته من اللبن فشرب، ثم بدأ يحلف فملأ للمرأة الإناء باللبن. فقالت: ما هذا؟ وهي شاة لم يلس عليها الفحل من قبل، يعني شاة لم تحمل من قبل، إنها صغيرة وإنها هزيلة، من أين يأتيها هذا اللبن؟ فعرفت أن ذلك ببركة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فراح الصديق سلمها اللبن وسلمها الشاة. فقالت: من هذا الرجل الذي معك يا رجل؟ فقال لها: هاد يهديه السبيل، يعني عشان خاطر يغطي على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يكذبش عليها. فقال لها: هاد يهدي السبيل، أي كأنه دليل لي في الطريق. ونعم، رسول الله دليل في الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم اجمعنا به في الجنة يا رب. ومضى الصديق مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بالطريق وإذا بفارس لا يشق له غبار، ما له حل. من هو؟ إنه سرقة بن مالك. يمضي في الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه وعد هو أو غيره، إذا جاء بمحمد حيا أو ميتا فله 100 من الإبل، يكون أغنى واحد في الجزيرة. فوجدها سرقة الفرصة التي ينال بها أعظم الغنى، فظل ماشي لغاية ما اقترب من حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله منشغل بتلاوة القرآن، والصديق قائم على حراسته. سبحان الله، كان الصديق رضي الله عنه يقف ويرفع قميصه في الشمس ليظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي امامه فيخاف عليه ان يبتلى
فقال: يا رسول الله، هذا صراطة خلفنا. فلما اقترب الصراطة وكان أن يضع يده على شافية الناقة التي يركبها رسول الله، انفتحت الأرض وخرج منها دخان ملأ بين الأرض والسماء. فامتنع الصراطة وابتعد الصراطة حتى إذا تحول بهم المكان وذهب الدخان، جاء ومد يده يريد أن يمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجه النبي وأشار إلى الأرض، فسرح قدم حصانه في الصخر ولم تستطع أن تتحرك حركة واحدة. وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصديق في مشيهما، فإذا بسراقة ينزل عن حصانه يقول: سيصيب بالكلام، يا محمد أريد النجاة ولا أهاجمك بعد ذلك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفعل؟ قال: أفعل. فأشار إلى الأرض فانطلقت حصانه وبدأ تتحرك على الأرض، ثم قال: يا محمد، ما اطلبني وكلفني بما تريد، فقد منعت منك مرتين ولم أنتبه. فقال له النبي: ارجع وخفف عنا ما استطعت يا صراط. أي حد قصدنا وبين ورانا حاول تخليه يبعد عن طريقنا يا صراط. ثم قال: اعطني عهدا يا محمد بالأمان. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم كتب له عهدا بالأمان، ثم قال: خذ هذا العهد بالأمان يا صراط، ارجع ولك عندي سواري كسرى. حديدا الزرارين، الذهب اللي على البدله بتاعي كسرى. فقال: كسرى من؟ كسرى بن هرمز. قال: فعجب، يخرج في جهل الظلام خائفا مطلوبا ويعد بسواره كسرى، ما هذا؟ لغايه ما رجع سراقه بن مالك، وصل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دخل سراقه الاسلام وهو منتظر بعد التابع النبي. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصراط عايش على الاسلام وعلى التوحيد لغايه ما جاءت خلافه الفاروق عمر بن الخطاب، وفتحت بلاد الفرس، وجيء بصندوق فيه البدله بتاع كسرى والزي بتاع كسرى، زي الملك كسرى بعد ما قتل كسرى، ودخل الاسلام الى بلاد الفرس. فسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب لقى صورين كده ذهب بينين، فقال: مع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موقف الهجرة، لعلنا أن نلتقي.